قصة ذي القرنين. تعد هذه القصة واحدة من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم، وبالتحديد بشكل مفصل في سورة الكهف، حيث يبدأ سرد هذه القصة بداية من الآية 83 حتى الآية 98. ويعرف ذو القرنين بأنه ملك عادل، وأهم ما يميزه هو أنه تمكن من بني سد يحيط بقومه من يأجوج ومأجوج، وذلك حتى يدفع الأذى الذي يمكن أن يأتي منهم عن قومه. وبفضل هذا الأمر عرف على أنه شخصية أسطورية، والسبب وراء تسمية باسم ذو القرنين هو أنه كان يمتلك ضربتين في رأسه، واحدة في الرأس اليمنى والأخرى في اليسرى، وليس لأنه يمتلك قرنين كما يعتقد البعض. وفي المجمل يعتبر ذو القرنين من الأشخاص المجهولين الهوية، ولكن البعض ذهب إلى أنه يمكن أن يكون الإسكندر أكبر أو كورش الكبير أو أخناتون الفرعون المصري الشهير. قصة ذو القرنين وردت في القرآن الكريم، وهي تحكي عن أحد الأشخاص الذين من الله عليهم بقوة وهيبة، وكان له جيش عظيم كان يجول به الأرض، وكان الغرض الأساسي من تجوله هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتمكن بالفعل من الوصول إلى الغرب، حيث وصل إلى عين حمئة كبيرة، حيث ظن سكان هذه المنطقة أن السبب وراء غروب الشمس فيها إلا أن نهاية العالم قريبة، وذلك لأن بهذا فإن الشمس تغطس في أحد المحيطات، ومنها المحيط الأطلسي، ويعود ذلك وصل إلى قوم وجود الشمس تغرب عندهم في منطقة بحر إيجا، وهو أحد البحيرات المحصورة بين السواحل تركيا من الشرق الغربي وغرب اليونان. كان هناك قوم وكانوا يعبدون الشمس دون الله سبحانه وتعالى، لذا كان مصير هؤلاء القوم هو أما أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعفو عنهم أو يعذبهم إذا استمروا فيما يفعلون. وكان حكم هذا الحاكم العادل هو أنه سوف يعاقب كل معتدي وظالم، وبعد ذلك سوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى مرة ثانية يوم القيامة. بينما مصير أولئك الذين آمنوا هو أن الله سوف يكرمهم ويعفو عنهم. وبعد ذلك ذهب ذو القرنين إلى أقصى الشرق، حيث كان يعيش أهل هذه المنطقة في مكان تشرق فيه الشمس، وكان لا يوجد مرتفعات ولا أشجار ولا أي شيء يمكن أن يحجب الشمس عن هؤلاء القوم، حيث حكم ذو القرنين على أهل هذه المنطقة مثل ما حكم على أهل الغرب. قصة ذو القرنين مع قوم يأجوج ومأجوج. ذو القرنين انتهى من أمر أهل الشرق كما انتهى من أمر أهل الغرب، وبعد ذلك ذهب ليكمل طريقه، وبعد ذلك وصل إلى قوم يعيشون في منطقة تقع بين جبلين أو بين سدين، كان يوجد بينهما فجوة، وكانوا هؤلاء القوم يتكلمون بواسطة لغة غربية أو لغة غير مفهومة بالنسبة إلى ذو القرنين. وعندما وصل إليهم تمكن من إيجاد حاكم كان يتمتع بقدر من القوة، لذا طلب منه أي من ذو القرنين المساعدة، وذلك حتى يتمكن من أن يحيل بينهم وبين يأجوج ومأجوج. وقدم هذا الحاكم لذو القرنين مال مقابل بناء هذا السد، لذا وافق ذو القرنين على فكرة بناء السد، لكنه لم يقبل أن يأخذ مالا مقابل بناءه، ولأن ذو القرنين كان لديه القدرة من الحكمة تمكن من استخدام الهندسة المميزة في بناء هذا السد.
حيث قام أولا بجمع الحديد، وبعد ذلك وضع فيه فتحات، وكان هذه الفتحات متساوية مع قمة الجبلين، وبعد ذلك قام بإشعال النار عليها وسكب فوقها النحاس المذاب، وذلك حتى يصبح أكثر صلابة وقوة، وحتى يتمكن من سد الفجوات ومنع دخول كل من يأجوج ومأجوج. الدروس المستفادة من قصة ذي القرنين: نستفيد من قصة ذي القرنين العديد من الأمور، وذلك بفضل تصرفاته الحكيمة التي كان الفضل وراءها أن الله سبحانه وتعالى وهب له قدر من الحكمة والقوة. وفيما يلي نتعرف على هذه الفوائد: نتعلم من ذي القرنين التواضع، وذلك لأنه لم يسكن قلبه الغرور بالرغم من الحكمة والقوة والعزة التي كان يتمتع بها، بالرغم من أن ذو القرنين تمكن من حكم العالم أو أغلبه، إلا أنه لم يتكبر. كما نتعلم كذلك أن الحاكم الصالح يمكنه أن يغير أوضاع قومه أو شعبه إلى الأفضل والأحسن. الهدف الديني كان غالبا على ذو القرنين أكثر بكثير من الهدف المادي، حيث كان كل ما يهمه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورفع الظلم عن البشر في مختلف بقاع الأرض. والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.